أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه، ويعود فيه ما هو أبداه، ويحدث فيه ما هو أحدثه. إذا لتفاوتت ذاته، ولتجزأ كنهه، ولم تنع من الأزل معناه، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، وللتمس التمام إذ لزمه النقصان، وإذا لقامت آية المصنوع فيه، ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في بحوث أو بحث توحيد التيمية الجسمي الأسطوري، ووصلنا إلى أسطورة ثامنة: التوحيد التيمي أتاكم بالذبح. التوحيد التيمي أتاكم بالذبح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول في صفحة 325 إلى 328، لازلنا في نفس المورد، نفس المقتبس، نفس المقام، نفس المصدر. قال ابن تيمية: وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله. وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله، والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام، ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام، فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام. يعني الذي يرى ربه في المنام اعتبروا هذا من أضغاث الأحلام. من المعتزلة ومن، طبعا لم يذكر الشيعة هنا، أيضا الشيعة الإمامية، الشيعة عموم الشيعة أيضا يقولون بهذا القول بعدم إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى، لا في الواقع، لا في منام، لا في اليقظة، لا في المعراج، لا في الآخرة، لا في الدنيا. لكن هو يحاول أن لا يأتي بالشيعة هنا، ولا يناقش الشيعة هنا، ولا يجعل الشيعة كمحور للنقاش الرئيس هنا. يذكر في مقامات هنا وهناك، يقفز وينط هنا وينط هناك، يذكر الشيعة، يذكر أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأن ذكر الشيعة سيجعل المقابل يبحث عما عند الشيعة، وعندما يبحث عما عند الشيعة يجد أقوال أهل البيت، يجد أقوال أمير المؤمنين سلام الله عليه، يجد أئمة التوحيد، قادة التوحيد، رموز التوحيد، أصل التوحيد، يجد أهل البيت، يجد أمير المؤمنين، يجد إمام الموحدين، يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تجسد توحيده في أهل البيت سلام الله عليهم، في أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وهو ابن تيمية يناقش هنا الآراء، ويناقش المتكلمين، ويناقش الفلاسفة، ويناقش الأفكار الأخرى والمذاهب الأخرى الكلامية، ويتهم هذه المذاهب، ويتهم المخالف الجهمية وغير الجهمية بالزندقة وبالارتداد وبالخروج عن الدين وبالضلالة. لا أقول في كل الأقوال، لكن في كثير من الأقوال يوجد مطابقة، بل يوجد متابعة لهم لما ورد عن أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه الصلاة والسلام. من هنا تعرف كيف
عندما يكون المحور الرئيسي عند ابن تيمية هو قضية التكفير، قضية التوحيد الجسمي، فماذا يفعل؟ عليه أن ينفي ذكر أهل البيت حتى ينتفي معهم أصل التوحيد وحقيقة التوحيد وأساس التوحيد وأصول التوحيد، ويضع الخطة باء، الخطة الاحتياط، من يصل إلى أهل البيت عنده الخط الآخر وهو تخريج علي من الصحبة، من الصحابة، من الخلافة، من الصحابة، من الإيمان، من الإسلام. إذن عنده عدة خطوط دفاعية وعدة خطط للهجوم. يقول: وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله والنقل بذلك متواتر عن من رأى ربه في المنام، والنقل بذلك متواتر عن من رأى ربه في المنام، هذا التواتر باطل، أما عن جهل أو عن كذب وافتراء. ليأتي شخص يأتي يحقق لي هذا التواتر، بل ليحقق لي الشهرة، لا يوجد تواتر في هذا المقام. ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام، ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام. فهذا مما يقوله المتجهمة وهو باطل المتجهمة، لذلك أعطى عنوان لكتابه بيان تلبيس الجهمية. فقول: فهذا مما يقوله متجهمة وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأمتها، بل ولما اتفق عليه، بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم، وليس في رؤية الله في المنام نقص. إذا كان العقل هو عقل ابن تيمية فنحن من المجانين، نختار الجنون، أفضل لنا أن نكون مع عقل ابن تيمية ومع رؤية الشاب الأمرد الجعد القطط برؤية الله حسب المستويات الإيمانية والفسقية والكفرية والإلحادية والشركية. ويأتي الله سبحانه وتعالى بكل الصور لكل الناس لكل الأجناس، فنحن مجانين بهذا اللحاظ. بل يقول: وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم، وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى، وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. وقول من يقول: ما خطر بالبال أو دار في الخيال، فالله بخلافه ونحو ذلك إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحا. انتهى المقتبس. أقول هنا تعليقات. تعليق أول: قوله وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. أقول ظاهر هذا الكلام قوله وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمان وفساد وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه، ظاهر في أن رؤيا الله تشمل المؤمن المستقيم والفاسد المنحرف، ولا محذور عنده أبدا في ذلك. وقد أكد هذا المعنى في غير هذا المقام حيث قال: وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلا ينكر ذلك. وقال أيضا: فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. هذا تعليق أول. تعليق ثاني ماذا قال؟ قال: وليس في رؤية الله في المنام نقص، وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى، وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه. تعالوا خذوا الجهل والسفاهة والتعليق
تفاهة من هذا الكلام، من هذه الخزعبلات. يقول، التفت جيدا، هنا هو يقر بوجود نقص، يقر بأن الرؤية، بأن رؤية الله أو بأن رؤية الله في المنام فيها نقص. هنا ابن تيمية يقر بأن الرؤية في المنام، بأن رؤية الله في المنام فيها نقص، لكن ماذا يقول هنا؟ كيف يبرر؟ كيف يدفع النقص؟ يقول إنما هذا النقص هو بحسب حال الرائي، بصحة إيمانه أو بانحرافه، باستقامته، بانحرافه، بإيمانه، بفساده، بصحة إيمانه، بفساد إيمانه. إذن هو يقر بوجود نقص، لكن يقول هذا النقص حاصل بسبب نفس الإنسان، نفس الشخص. إذن هذا، ضعوا هذه القاعدة التوحيدية التيمية الأسطورية الخرافية، ضعوها في أذهانكم. هذا أصل من أصول ابن تيمية، أصل راقي هذا، هنيئا للتوحيد الجسمي الخرافي. ما أزل التاريخ، ابن تيمية يحكي بالتوحيد، وأتباع ابن تيمية يحكون بالتوحيد ويذبحون الناس تحت عنوان التوحيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن التفت هنا، ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى، وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. وهل يدفع النقص أيها العقل الخرافي؟ هل يدفع النقص عندما تسب النقص للرائي، للشخص، للإنسان؟ لكن هو ماذا رأى؟ رأى الله، الله طرف في الرؤيا، الطرف الرئيس في الرؤيا هو الله سبحانه وتعالى، الصورة الرئيسة في الرؤيا هي صورة الله سبحانه وتعالى. عقل خرافي. إذن انتهينا من هذا التعليق، لا نريد أن نطيل معه. تعليق ثالث، أقول لو بقيت المسألة في سياق العلم والأخلاق الإسلامية والمجادلة بالحسنى لكان الحال على خير وصلاح، وأن الاختلاف في الآراء وانفتاح الحوارات والنقاشات والبحوث حالة صحيحة وصحية وتصب في مصلحة الجميع. لو انتهى الأمر إلى هذا، مع ما قال ابن تيمية عن المعتزلة، سماهم الجهمية، ويقول إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعارية مخانيث المعتزلة. حاول أن ينتقص منهم كثيرا، واتهمهم بالخروج عن الدين، بالزندقة، بالضلالة، بالخروج عن الإسلام، بفقدان العقل، أيضا كل شيء مقبول، لكن فقط القتل والتقتيل وسفك الدماء والإرهاب هذا الذي نحن نعترض عليه. أما ماذا تريد أن تقول فلك الخيار ولك الحرية الكاملة فيما تريد أن تقول. أقول لكن لما تكون الردود وحشية، همجية، إرهابية كما يحصل في أيامنا هذه، فلا يمكنك أن تتصور العيش بإنسانية وكرامة وأمن وأمان. فهل يبقى بعد ذلك كلام عن الحرية الفكرية وحرية المعتقد واحترام العقل والإنسان؟ تعليق رابع، لكي نعي ما يحصل حولنا ونشخص العلاج المناسب له، فلا بد من معرفة الداء وأصل الداء، فلا بد من معرفة الداء وأصل الداء ومنبعه. وإليك، أو هو سنذكر أكثر من شاهد تاريخي واقعي يجسد لك الداء، وعليك العلاج بتشخيص الدواء. وهنا أكثر من استفهام، أليف وباء، وهنا أكثر من استفهام، أليف. إن القرآن كتاب الله وكلام الله، إن القرآن كتاب الله وكلام الله، فهل القرآن خالق أو مخلوق؟ ماذا تقولون؟ جواب بديهي أو ليس بديهي؟ فهل القرآن خالق أو مخلوق؟ إذن كل منكم استحضر الجواب، استحضر الجواب. ما دام الإنسان يملك العقل، ما دام الإنسان في مصاف وفي خانة وفي مجموعة الإنسان وبني البشر، أما إذا تلقفه ذلك الوحش الفكري
ذلك المارق التكفيري هل يبقى عقل عند الإنسان؟ إذا كان من الأغبياء فسينجر ويسير معهم، وإذا كان من المنفتحين ومن العقلاء ومن المؤمنين ومن المسلمين فسيذهب عقله مع رأسه عندما يقطع رأسه ويفصل رأسه عن جسده. أقول إن القرآن كتاب الله وكلام الله، فهل القرآن خالق أو مخلوق أو أنه لا خالق ولا مخلوق؟ وأكيد تفهمون معنى خالق ومعنى مخلوق، وأكيد تستقبلون بصورة طبيعية إجابة من يأتي بأحد هذين الجوابين، لكنكم من أول الأمر لا تفهمون أو تستغربون من إجابة تقول أنه لا خالق ولا مخلوق. وهذا اسألوا عنه التيمية جماعة التوحيد الأسطوري وخذوا منهم الجواب. وعلى جميع المحتملات فالمسألة لا تخرج عن كونها ضمن البحوث النظرية والنقاشات العلمية، ولا بد من احترام رأي واختيار ومعتقد المقابل حتى لو اختار الإجابة الغريبة من أن القرآن لا خالق ولا مخلوق. باء، إن الله تعالى يتكلم وله كلام، وأن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى قد كلم موسى تكليما، ولا أحد ينكر هذا أو ينكر ذلك، ولا أحد ينكر هذا أبدا حتى المعتزلة. واضح المسألة، إن الله تعالى يتكلم وله كلام، وأن القرآن كلام الله، أو إن الله وإن القرآن كلام الله، وإن الله تعالى قد كلم موسى تكليما، ولا أحد ينكر هذا أبدا حتى المعتزلة. وكذلك فإن الجميع حتى المعتزلة يقرون ويصدقون ويجزمون أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. لكن الاختلاف هل أن كلام الله تعالى وتكلمه، هل أن كلام الله تعالى وأن تكلمه، هل أن كلام الله وتكلمه يصدر ويحصل كما يصدر ويحصل من الإنسان، أو أن هذا لا يليق بالله تعالى؟ إذن ما هو الاختلاف؟ لكن الاختلاف الكل يقول الله يتكلم، يوجد كلام، القرآن كلام الله، كلم الله موسى تكريما، وأيضا الكل يقول قد اتخذ الله إبراهيم خليلا. لكن أين الاختلاف؟ الاختلاف هل أن كلام الله تعالى، هل أن كلام الله وتكلمه يصدر ويحصل كما يصدر ويحصل من الإنسان، أو أن هذا لا يليق بالله، أو أن هذا لا يليق بالله تعالى، بل يوجد معنى آخر للكلام والتكلم يليق بمقام الله؟ ونفس الاستفهام يجري على الخلة، فهل اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا كما يتخذ بعضنا بعضا خليلا، أو أن هذا لا يليق بمقام الله تعالى، بل يوجد معنى آخر للخلة يليق بمقام رب العباد سبحانه وتعالى؟ إذن أقول ونفس الاستفهام يجري على الخلة، فهل اتخذ الله إبراهيم خليلا كما يتخذ بعضنا بعضا خليلا، أو أن هذا لا يليق بمقام الله تعالى، بل يوجد معنى آخر للخلة يليق بمقام رب العباد سبحانه وتعالى؟ هذا هو محل النزاع الفكري العقلي العلمي. فهل يوجد مشكلة؟ هل يوجد داهية؟ هل يوجد فتنة؟ هل يوجد مضلات الفتن؟ فالمسألة بطبيعتها لا تخرج عن كونها مسألة نظرية ليست في متناول أيدي البشر، ولا تدخل في عالمهم الخارجي ومكوناته فتؤثر فيه. تعليق خامس، لنرى التعامل الإسلامي الرسالي الأخلاقي، لاحظ نحن نحكي الذي لنا والذي علينا حتى نكون منصفين في الطرح، لنرى التعامل الإسلامي الرسالي الأخلاقي الحر الإنساني الفكري العلمي المهني. نعم، لنطلع كيف تعامل وتتعامل المارقة الدولة مع مثل هذه المسألة أولا وثانيا وثالثا. لاحظ قلنا نقول الذي لنا والذي علينا، لا يوجد أي مشكلة عندنا، طرح علمي
كلام في كلام، نظرية في نظرية، علم مقابل العلم. أولا بدعة ذبح العقل والعقلاء. الآن تعليق خامس. أولا بدعة ذبح العقل والعقلاء. أليف تاريخ دمشق لابن عساكر، حرف الباء جعد بن درهم. يقول ابن عساكر أصله من خراسان. من؟ جعد. أصله من خراسان، ويقال إنه من موالي بني مروان. سكنت جعد دمشق، كانت له بها دار بالقرب من القلانسيين إلى جانب الكنيسة. أول من قال بخلق القرآن. كان يسكن دمشق وله بها دار، وهو الذي ينسب إليه مروان بن محمد، لأنه كان معلمه، أي جعد معلم مروان. مروان من؟ مروان الحمار، ولي أمر المسلمين، الخليفة الإمام مفترض الطاعة مروان الحمار. لا نعلم هو الثاني عشر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر. امسك مسبحة وحاسبة وعد على المارقة وعلى التيمية الأئمة. لا نعلم الاثنى عشر كم تضرب بكم تضرب حتى يتحقق عندهم واقع ما يقولون بإمامته. إذن أولا بدعة ذبح العقل والعقلاء. أليف تاريخ دمشق لابن عساكر، حرف الباء جعد بن درهم. يقول ابن عساكر أصله من خراسان، أي جعد، ويقال إنه من موالي بني مروان. سكنت جعد دمشق، وكان له بها دار بالقرب من القلانسيين إلى جانب الكنيسة. أول من قال بخلق القرآن. كان يسكن دمشق وله بها دار، وهو الذي ينسب إليه مروان بن محمد، لأنه كان معلمه، أي هذا الذي يسمى مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية. وقيل إنه كان من أهل حران، هذه حران تخرج المصائب. وقيل بأن الجعد كان من أهل حران، هو الذي قتله خالد بن عبد الله القسري بالكوفة يوم الأضحى، وكان أول من أظهر القول بخلق القرآن في أمة محمد صلى الله على محمد وآل محمد. فطلبه بنو أمية فهرب من دمشق وسكن الكوفة، ومنه تعلم الجهم ابن صفوان بالكوفة خلق القرآن، أي تعلم الجهم خلق القرآن، وهو الجهم الذي تنسب إليه الجهمية. إذن كتاب ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية، هذه الجهمية، هذه الفكرة، هذه الأطروحة، هذا المعتقد، هذه العقيدة الجهمية هي ترجع إلى الجهم، والجهم قد أخذ من الجعد. الآن يقول ابن عساكر أخذه جهم من الجعد بن درهم، أخذه جهم من الجعد بن درهم، وأخذه جعد من أبان بن سمعان، وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد، وأخذه طالوت من لبيد ابن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لبيد يقرأ القرآن وكان يقول بخلق التوراة، وأول من صنف في ذلك طالوت، وكان طالوت زنديقا وأفشى الزندقة، ثم ظهره جعد بن درهم فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالكوفة، وكان خالد واليا عليها. أتي به في الوثاق حتى صلى وخطب. إذن عندنا كل ما صدر ويصدر هو موقف شرعي اجتماعي مجتمعي أخلاقي إنساني، ولكل مقام مقال، وهذا هو واجب علينا. والأصل نحن مع البحث، مع العلم، مع الدروس، مع الفكر، مع البحوث، هذا هو الأصل. والمواقف الأخرى هي ابتلاء واختبار، نسأل الله تعالى أن يسددنا في تجاوز الاختبارات التي تمر علينا، لكن هذا أيضا الشيء بالشيء يذكر. إذن عندنا عبر التاريخ هذه السنة
قال في آخر خطبته: انصرفوا وضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد ابن درهم. هذه السنة موجودة، سنة مقبولة أو غير مقبولة، كل شخص، كل إنسان، كل عقيدة، كل توجه، كل فكر، كل فاعل يحاول أن يبرر ويفلسف ويوجه ما قام به. إذن يقول أتي به، أي أتى بالجعد، أتي به في الوثاق حتى صلى وخطب، ثم قال في آخر خطبته، قال في آخر خطبته: انصرفوا وضحوا، ثم قال في آخر خطبته: انصرفوا وضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد ابن درهم. فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. تعالى الله عما يقول الجعد ابن درهم علوا كبيرا. ثم نزل وحز رأسه بيده بالسكين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل يوجد بدعة أفحش وأقبح من هذه البدعة بأن تأتي ببشر، بإنسان، مهما كانت جريمة هذا الإنسان؟ من فعل هذا؟ هل النبي فعل هذا؟ هل الصحابة، من الصحابة فعل هذا الفعل القبيح الشنيع؟ هل يوجد بدعة إجرامية إرهابية أفحش وأقبح من هذه؟ لكن هذا هو من أئمة المارقة. من هنا ليعلم الجميع من أين يأخذ هؤلاء. نحن قلنا بالتزاوج بين الحكم الأموي الفاسد، طبعا قلنا يستثنى العادل والمؤمن من الأمويين، قلنا بالتزاوج بين الحكم الأموي الفاسد والفكر الداعشي التكفيري التيميئي الإرهابي. هنا تقع المصيبة، عندما يحصل التزاوج بين الفكرين، بين الإجرام والوحشية والبربرية والقتل وسفك الدماء، وبين السياسة والحكومة والمكر والخداع والرشا والتخطيط والتنظيم والبروتوكولات والدراسات والتنظير والخطط الطويلة والمتوسطة والقريبة والقصيرة. لا نريد أن ندخل في تفصيل المسألة، لكن فقط نريد أن نسجل الجانب الإجرامي فيها والجانب الإرهابي فيها. لكن ماذا تجدون الآن؟ اسمعوا ماذا يقول أئمة الضلالة، أئمة المارقة، ماذا يقولون عن القسري، وكيف يمجدون القسري، وكيف يبررون بدعة القسري الإرهابية الوحشية. وطبعا لا أريد أن أدخل في التفصيل، لأن هذا الإدعاء على الجعد هو عبارة عن كذب وافتراء من العمائم ومن خالد القسري وغير خالد القسري، وليخرج المعتزلة بأفكارهم بما يملكون من عقل وعلم وفهم ودراية ليكشفوا ما عندهم من وقائع وحقائق، ويستغلوا الظرف هذه الثورة وهذا التقدم وهذا الانفتاح المعلوماتي، وليوصلوا ما عندهم ويكشفوا كذب وافتراء ما حصل على الجعد. باء، قال الشيخ العلامة السعدي: وأظهر الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان هذا القول، طلبه ولاة أمر المسلمين. من طلبه؟ ولاة أمر المسلمين. طبعا قبل قليل التفت عندما تحدثنا مع أو عن ابن عساكر، تحدث بصورة متزنة، نقل الكلام باتزان إلى حد كبير. بعد هذا سنرى عندما نأتي بأقوال من أئمة التكفير وأئمة التوحيد الأسطوري، تعرفون هذا من لحن القول، من اللهجة، من العبارات، من الكلمات المستخدمة. قال الشيخ العلامة السعدي: وأظهر الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان هذا القول، طلبه ولاة أمر المسلمين فأخذه خالد بن عبد الرحمن القسري أحد أمراء بني أمية، فأوثقه وخرج به إلى المصلى يوم عيد الأضحى، فقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عن قوله: ثم نزل وذبحه بالمصلى فشكر الناس له هذا الفعل بشيخ الجهمية. هذا في توضيح الكافية الشافية للسعدي.
جيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان أول من أحدث هذا في الإسلام الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى، فقال: أيها الناس ضحوا، يقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم، إنه أو أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما ثم نزل فذبحه كما في التحفة العراقية. هذا الكلام عن ابن تيمية، هذا كلام ابن تيمية. دال ابن كثير: البداية والنهاية. ترجمة الجعد: هو أول من قال بخلق القرآن، وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي، وهو مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، كان شيخه الجعد بن درهم أصله من خراسان، ويقال إنه من موالي بن مروان. سكن الجعد دمشق، وكان له بها دار بالقرب من قياسيين إلى جانب الكنيسة، ذكره ابن عساكر. قال ابن عساكر، ولا زال الكلام لي ابن كثير، قال ابن عساكر وغيره: قد أخذ الجعد بدعته عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد وزوج ابنته، وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن يهودي باليمن، وأخذ عن الجعد الجهم بن صفان الخزري، وقيل الترمذي، الخزري أو الترمذي. وقد أقام ببلخ، وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان في مسجده ويتناظران، حتى نفي إلى ترمذ، ثم قتل الجهم بأصبهان، وقيل بمرو، قتله نائبها مسلم بن أحوز رحمه الله وجزاء عن المسلمين خيرا. التفت إلى هذه العبارة، يقول: وقد أقام ببلخ وكان يصلي مع مقاتل. إذن ما وجد مشكلة، يصلي معهم، يصلي في جماعتهم بإمامتهم، لكن عنده فكرة، عنده نقاش، عنده مسألة، عنده نظرية، عنده معتقد، عنده فكرة، عنده رأي. لماذا يذبح هذا أو ذاك؟ لماذا يقتل هذا أو ذاك؟ لماذا تسفك الدماء؟ من أجل فكرة، من أجل رأي، من أجل وجهة نظر. يقول: وأخذ، لا زال الكلام لابن كثير، وأخذ بشر المريسي عن الجهم، وأخذ أحمد بن كذا عن أحمد بن أبي داود عن بشر. يقول: أما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم، فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان، فتقلد هذا القول عنه. ثم أن خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك أن خالد خطب الناس فقال في خطبته: تلك أيها الناس ضحوا، يقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ، منهم البخاري وابن أبي داود والبيهقي وعبد الله بن أحمد، وذكره ابن عساكر في التاريخ. وذكر أنه كان يتردد على وهب المنبه، وأنه كان كلما راح على وهب يغتسل ويقول أجمع للعقل، وكان يسأل وهبا عن صفات الله عز وجل. فقال له وهب يوما: ويلك يا جعد، اقصر المسألة عن ذلك، إني لا أظنك من الهالكين. التفت، يصلي بصلاتهم بجماعتهم بإمامتهم، وكان بمستوى من الإيمان والاعتقاد والفكر أنه كان يغتسل، يقول وهذا أجمع للعقل حتى يتنور، حتى يتعقل الأمر والمسألة. فقال له وهب يوما: ولك يا جعد، أقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأنه له عينا ما قلنا ذلك، وأن له سمعا ما قلنا ذلك. وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك، ثم لم يلبث الجعد أن صلب ثم قتل. انتهى مقتبس ابن كثير. لاحظ حتى النقاش بين الجعد ووهب لم يتجاوز النقاش الفكري، حتى أن وهب توقع له أنه سيكون من الهالكين على يد الطغاة، على يد الحكام، بسبب المنافقين، بسبب الحاسدين، بسبب أئمة الضلالة، بسبب الجهال، بسبب التكفيريين، بسبب المارقة. الذهبي سير أعلام النبلاء الطبقة الرابعة القسري عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: شهدت خالدا القسري في يوم أضحى يقول: ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضحن بالجعد، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. الذهبي يقول، لاحظ الذهبي،
الذهبي أخذ فترة من الزمن هو مع المارقة مع التيمية من أمة التيمية، لكن بعد هذا اهتدى هداه الله سبحانه وتعالى فترك التوحيد الأسطوري التيمي التكفيري الخرافي، وصار التجأ وتوجه والتزم بالسنة بأهل السنة بمذهب السنة بالخط الوسطي. قلت أي ذهبي هذه من حسناته، يقول هذه من حسناته قتل الجعد، هذه من حسنات خالد القسري، يقول هي هذا القتل وقتله مغيرة الكذاب. واو ابن قيم قال في مقتل الجعد في نونيته الكافية الشافية، يقول ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لا أهدرك من أخي قرباني. لاحظ هذا ابن قيم من أئمة التكفير يمجد بخالد القسري لقتله الجعد، وطبعا اتهام الجعد بأنه ينكر الخلة ينكر الكلام والتكليم هذا اتهام وهذا افتراء عليه. زاي قال الشيخ محمد أمان الجامي وبعد عصر الصحابة في أوائل المئة الثانية حدث مذهب الجهمية، هذا من الجامي يقول وبعد عصر الصحابة في أوائل المئة الثانية حدث مذهب الجهمية، وأول من أحدثه هو الجعد بن درهم، حيث سمع منه لأول مرة في الإسلام القول بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأفتى علماء التابعين بكفره لتكذيبه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فطورد حتى قبض عليه، ثم أخذ إلى مصلى العيد يوم عيد الأضحى فذبح في المصلى على رؤوس الأشهاد ليكون، لاحظ التبرير، ليكون عبرة لغيره. ما هو الفرق بين فعل خالد القسري بجعد وما يفعله الآن الدواعش بالناس بالأبرياء بالمخالفين بالأعداء بالأسرى بالمختطفين بالرافضة بالمسلمين بالمرتدين بالصحوات باليزيديين بالصابئة بالمسيحيين بالكرد بالعرب؟ ما هو الفرق؟ أيضا الداعشي وأئمة الدواعش يبررون يقولون حتى يكون هذا عبرة لغيره، ما هو الفرق بين هذا وذاك؟ هذا هو أصل التكفير، هذا هو أصل الذبح، هذا هو أصل الإرهاب، هذا أحد أئمة التكفير. قال الشيخ محمد أمان الجامي يقول ليكون عبرة لغيره ممن تسول له نفسه، مثل قوله حيث خطب خطبة العيد أمير العراق خالد القسري وقال في آخر خطبته أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم أمر بذبحه وكان ذلك بإجماع من علماء السلف، فجزى الله خالد القسري وعلماء التابعين خير الجزاء على صنيعهم الناصح. هذا الإجماع مثل إجماعات ابن تيمية. هذا مجموع رسائل الجامي. أقول لكم الله يا مسلمون أعانكم الله وساعدكم الله وفرج عنكم عاجلا يا الله يا الله يا الله. ثانيا بدعة ذبح المعتزلة والأشعرية، ثانيا بدعة ذبح المعتزلة والأشعرية. قال ابن تيمية أليف وباء، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء سادس في صفحة 359 حسب المصدر الذي عندي، يقول الأسماء والصفات ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل، ومن رزقه الله معرفة ما جاء به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء علم قطعا أنهم ملحدون في أسمائه وآياته. سنعرف من هؤلاء، من هو المقصود، من هم المقصودون بهذا. يقول ومن رزق الله معرفة ما جاءت به الرسل ورزقه بصرا نافذا وعرف حقيقة ما أخذ هؤلاء علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله، ولهذا كانوا يقولون أن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه. يوجد تكفير أوضح من هذا؟
وجد اتهام بخروج عن الدين أوضح من هذا؟ يقول علم قطعا أنهم يلحدون هؤلاء ملاحدة وأنهم كذبوا بالرسول، يكذب بالله ويكذب بالرسول، ما هو حكمه؟ ويكذب بالكتاب، بل بكل الكتب وبكل الرسل، حتى أن الحكم ينزل عليه أكثر من اليهود، من اليهودي والنصراني والمجوسي والصابئي، لأنه يكذب بكل الرسل وبكل الكتب. يقول علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله، أو بما أرسل به رسله، أو بما أرسل به رسله. ولهذا كانوا يقولون، سنعرف من هؤلاء، يقول ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، ويقولون إن المعتزلة، إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية، مخانيث المعتزلة. طبعا سيأتي الجهال الأغبياء يقولون هو نقل الكلام، الكلام من أين نقله؟ ينقل الكلام أيضا من أئمة التوحيد الخرافي الأسطوري الداعشي التكفيري الهرهابي، لا فرق بين هذا وذاك، هذا الكلام مع من قالت في هذا المورد أو في باقي الموارد. هذا جواب عام لإشكال ولاستفهام تافه يقوله الأغبياء. وكيف إذا هو أتى بالشاهد هنا ولم يعلق عليه هنا أو في مقام آخر ولم يعترض عليه، بل أتى به في سياق الكلام للاحتجاج على المقابل، للقدح بالمقابل، لتثبيت ما يقول على المقابل. لذلك قال، قال ولهذا كانوا يقولون، لاحظ بعد أن أتى بكلام فرع، قال ولهذا كانوا يقولون أن البدع مشتق من الكفر وآيل إليه، ويقولون أن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية مخانيث المعتزلة. إذن من المقصود بالكلام؟ إذن المقصود المعتزلة والأشعرية. من هنا قلنا بدعة ذبح المعتزلة والأشعرية. وكان، لا زال كلام ابن تيمية، يقول وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الأناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، لكن مجرد الانتساب إلى الآن، يقول لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، باء بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. إذن من هم الجهمية؟ انتبهوا أيها المسلمون، أهل السنة، أهل الجماعة، أهل القبلة، الكل مشمول بتكفير التيمية. استيقظوا، أصحوا من نومكم من سباتكم، واجهوا الفكر بالفكر. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، جزء ثاني. قال ابن تيمية في الفتاوى، وأيضا قال في الفتاوى الكبرى الجزء الخامس، يقول ولهذا لما كانت هذه الحجة التي جعلها المتكلمون الجهمية الدين، ولهذا لما كانت هذه الحجة التي جعلها المتكلمون الجهمية، وهي حجة الأعراض، مستلزمة في الحقيقة لحدوث الرب وتعطيله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وكانت في المعتزلة أخذها من أخذها من الأشعرية، وكانت بينها وبين مذهب الدهرية من الملازمة ما تؤول إليه، كما نبهنا عليه تكلم الناس بذلك، حتى قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه المشهور في ذم الكلام وأهله، ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهمية وما ادعته من أمور الفلاسفة، ولم نقف فيها إلا على التعطيل البحت وأن قطب مذاهبهم ومنتهى عقدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم. إذن يعتبر الجهمية، يعتبر الأشعرية والمعتزلة من الزنادقة، أخذوا من الزنادقة، صرحوا بتصريح رؤوس الزنادقة. يقول وأن قطب مذاهبهم ومنتهى عقدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم. الآن يقول وحاولوا حول مقار رؤوس الزنادقة، وحاولوا حول مقار رؤوس الزنادقة القدماء، إذ قالوا
إذ كان ظاهر تعلق إذ كان يعني يقول إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنابا به منه. يعني يقول هذا ظاهر تعلقهم بالقرآن هو عبارة عن تقية حتى يخلصوا أنفسهم من السيف، وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنابا به منه. لا، يقول فأفصحوا بمعانيهم وصاحوا بسوء ضمائرهم ونادوا على خبايا نكثهم فعلت عليهم، الآن يقول فعلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة وأعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد عليهم. يعني يقول بعد أن حصل عليهم الضغط الوحشة وصارت عليهم الذلة وأعيتهم وتعبتهم وجهتهم الحيلة، هنا اضطروا إلى أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد على أوليهم. يقول هذا الرد هو عبارة عن تقية. ما هو النتيجة إذن؟ هو القتل الإرهاب. هذا هو مذهب الدواعش منذ الصدر الأول للإسلام، ليس عندهم إلا القتل إلا سفك الدماء. هو يسلم، يقول يردون على علمائهم، على السابقين من علمائهم من أئمتهم من قادتهم من شيوخهم، ومع هذا يقول لا يقبل لأن هذا عبارة عن تقية لأن صار عليهم الضغط. يقول فعلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة وأعيتهم الحيلة إلا يظهروا الخلاف لأوليهم مرد عليهم ويصبغوا كلامهم صبغا يكون ألوح للأفهام وأنجع في العوام من أساس أوليهم، يجدوا بذلك المساغ ويتخلصوا من خزي الشناعة فجاءت بمخاريق ترائي للغبي بغير ما في الحشايا. ينظر الناظر، لا أعرف القراءة تامة أو لا، يقول ينظر الناظر الفهم في جذرها فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة وعقد الجهمية تنحل ألقاب الحكمة. يقول الآن يقول يردون على اليهود قولهم فيكونون أسوأ حالا من اليهود، فراوغوا فقالوا هذا حكاية عبر بها عن القرآن والله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك، ثم قالوا غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. يقول وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة، وإنما اعتقادهم أن القرآن غير موجود لفظته الجهمية الذكور أي المعتزلة بمرة، وهؤلاء الذي تحدث عنهم هم الأشعرية، يقول والأشعرية الأناث بعشر مرات. إذن كل الكلام السابق يتحدث عن من؟ عن الأشعرية. يقول اتخذوا التقية هؤلاء نفاق بسبب الضغط قالوا هذا الشيء وأخذوا من الزنادقة وأخذوا من الجهمية وخدعوا الناس. يقول هؤلاء ألعن وأخمث من المعتزلة. يقول لفظته الجهمية الذكور بمرة والأشعرية الإناث بعشر مرات. الآن يقول وأبطلوا، هذا هو أسلوب ابن تيمية، هذا هو أسلوب الدواعش، هذا هو أسلوب التكفير وأهل التكفير. يقول وأبطلوا التقليد فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين. سبحان الله، يقول أبطلوا التقليد، يقتلون الناس على التقليد، يكفرون المسلمين بسبب التقليد، وهنا يحتج عليهم يقول أبطلوا التقليد فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين. رابعا بدعة ذبح الصوفية. سأقرأ إن شاء الله على السريع، الوقت ضيق عندنا. يقول أليف مركز الفتوى العقيدة الإسلامية ديان وفرق مذاهب فرق الصوفية طريقة عنوان الطريقة الخلوتية السبت في 25 جمادي أول 1423 في 3/8 في 2002 رقم الفتوى 20393.
السؤال استكمال لموضع الفرق الصوفية، هل لديكم معلومات موثقة عن طريقة بمصر تسمى بالطريقة الخلواتية، وهل المؤسسة الدينية الرسمية الأزهر موقف منها؟ شكرا. الإجابة أما بعد، يقول فبسؤال من عاش مع هذه الطريقة وشارك في حضرتها واستمع إلى أورادها تبين أنها تشارك عموم المتصوفة، تشارك عموم المتصوفة في ابتداع الأوراد، ووضع كيفيات لها وتعيين أوقات لممارستها على نحو غير محمود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ غير محمود. وهل ذبح الجعد في عيد الأضحى في يوم الأضحى تحت المنبر، هل التضحية ببشر في الأضحى معهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قبحكم الله. يقول وتعيين أوقات لممارسته على نحو غير معهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، ووضع كيفيات لها وتعيين أوقات لممارستها على نحو غير معهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، مع اشتمال مجالسهم على الاستعانة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. خذوا أيها المسلمون، هذا هو التكفير للجميع، لا يوجد من يخرج من حكم التكفير التيمي الداعشي التوحيدي الخرافي الأسطوري. كلكم في خانة المقتولين، في خانة المباحة، المباحة الأموال والأعراض والدماء. يقول مع اجتمال مجالسهم على الاستعانة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعض مشايخهم حيث يطلبون منهم المدد علانية جهارا كقولهم مدد يا أبيض الوجه سيدي مسافيسي مدد، وهذا هو الشرك الأكبر، المخرج من الملة. خرجكم من الخرجل الصوفية، خرج الأشعرية، خرج المعتزلة من الإسلام. يقول وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأيضا بعد يقول وانظر الفتاوى التالية، يعطي فتوى رقم الفتوى 3779 وفتوى 3835. باء مركز الفتوى، فقه العبادات، الصلاة، صلاة الجماعة، أحكام الإمامة، حكم الصلاة خلف إمام مبتدع، الأربعاء في 25 محرم 1422 18/4/2001، رقم الفتوى 4159. السؤال هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع مثل الصوفية؟ الإجابة أما بعد، فعليك بالبحث عن إمام غير مبتدع، فإذا لم تجد سوى المبتدع فعليك بنصحه وبيان الحق له عسى أن يتخلى عن بدعته، فإن لم يقبل وكانت بدعته مكفرة أو مكفرة كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. إذن دخل كل المسلمين بهذا ما عدا أهل التوحيد التيمي الأسطوري الخرافي. وكانت بدعته مكفرة كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله، فلا تصلي خلفه ولا يصح جعله إماما. جيم مركز الفتوى، العقيدة الإسلامية، ديانة وفرق ومذاهب، فرق الصوفية الشاذلية مؤسسها وأماكن انتشارها، ثلاثاء في 12 جمادي آخر 1423 20/8/2002، رقم الفتوى 21425. السؤال الرجاء تزيدي معلومات عن طريقة الشاذلية القادرية من مؤسسها وأماكن انتشارها، وهل يوجد لهم موقع على الانترنت أم لا، وجزاكم الله خيرا. الإجابة أما بعد، فإن الطريقة الشاذلية واحدة من الطرق الصوفية. إلى أن يقولوا هذه الطريقة، أنا أقتبس من الإجابة، وهذه الطريقة منتشرة في مصر ولها وجود باليمن وفلسطين وبعض الدول العربية، وطائفة الشاذلية كغيرها من الطوائف المنحرفة لها موقع الشبكة. الآن يقولوا لمعرفة شيء من انحرافات الطرق الصوفية راجع الفتوى أو الفتاوى ذات الأرقام التالية 8500 17649 322. دال مركز الفتوى، العقيدة الإسلامية، ديان وفرق ومذاهب، فرق الصوفية الشاذلية مؤسسها واعتقاداتها. السبت في 5 ربيع الثاني 1423 15/6/2002، رقم الفتوى 17649. السؤال يوجد مركز في فلسطين
يسمى أتباعه بالشاذلية، وهم من الصوفية يقولون إنهم من أهل السنة ويهتمون بالأحمدية ويهتمون بالأحمدية والبهائية. الإجابة: أما بعد، فالشاذلية والأحمدية والبهائية ثلاث طوائف يجمع بينها الانحراف عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه أنا أقول وآله وسلم. فأما الشاذلية والأحمدية فهما طريقتان من الطرق الصوفية، وانحرافاتهم كثيرة مشهورة، من الغلو في النبي الرسول الكريم المقبور لعنكم الله أيها الدواعش الفكرية والدواعش الجسدية والدواعش الإجرامية الإرهابية. فأما الشاذلية والأحمدية فهما طريقتان من الطرق الصوفية، وانحرافاتهم كثيرة ومشهورة، من الغلو في المقبورين ودعائهم والاستعانة من الغلو في المقبورين ودعائهم والاستعانة بهم والذبح والنذر لهم والنذر لهم، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة التي هي في حقيقتها شرك أكبر بالله رب العالمين. والشاذلية هم أتباع أبي الحسن الشاذلي، والأحمدية هم المنسوبون إلى أحمد الرفاعي، وقد سبق أن ذكرناهم وذكرنا شيئا من مخاطرهم في الفتوى رقم 13402. والبهائيون هم أتباع البهاء حسين علي الذي اعتقدوا أنه ربهم. ها مركز الفتوى: العقيدة الإسلامية، أديان وفرق ومذاهب، فرق الصوفية، الطرق الصوفية المعاصرة. الاثنين في 13 ربيع الأول 1422 4/6/2001 رقم الفتوى 8500. السؤال: ما هو خطر الصوفية وهل يجوز اتباعهم؟ الإجابة: أما بعد، فلا شك في أن الطرق الصوفية المعاصرة فيها كثير من الانحرافات كالغلو في المشايخ والصالحين، وتقديم العبادة للأضرحة والمشاهد دعاء دعاء واستغاثة ونذرا وذبحا وطوافا، وهذا من الشرك الذي لا يغفر ومن تأمل ما يقوله بعض الصوفية المنتسبين إلى فرق مشهورة في مناسباتهم واحتفالاتهم عرف مدى الخطورة والانحراف الذي وصلوا إليه. ويقول: ولا شك أن سؤال غير الله وطلب تفريج الكروب منه وستر العيوب وشفاء الأمراض والأسقام ونحو ذلك مما يفعله كثير من الصوفية شرك أكبر مناقض لأصل التوحيد وعظمته، ومصادم للفطرة السوية السليمة، وجنوح بها إلى الوثنية والتعليق بغير الله تذكر بأن هذا شرك أكبر وهذه وثنية. وقبلها أيضا قال زندقة على الأشعرية، على المعتزلة، على الجهمية، على الصوفية، إضافة إلى ما يتبناه كثير من الصوفية من العقائد الباطلة كالحلول والاتحاد. الآن يقول: مع وقوعهم في البدع والمحدثات المخالفة لمنهاج النبوة وإصرارهم عليها، وتعلقهم بالأحاديث الواهية والمكذوبة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالجملة فلا يجوز للمسلم اتباع أي طائفة أو فرقة من هذه الفرق الصوفية، بل يجب الحذر منها والبعد عنها والتحذير منها. ولمعرفة المزيد عن الصوفية ومخاطرها أرجع إن شئت إلى كتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي، وكتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل من علماء الأزهر، وكتاب الصوفية في الكتاب والسنة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. واو مركز الفتوى العقيدة الإسلامية، ديانة فرق ومذاهب، فرق الصوفية البريلوية، تعريفها ومعتقداتها. الاثنين في 28 رجب 1422 15/10/2001 رقم الفتوى 10931. السؤال: هل تجوز الصلاة خلف جماعة تسمى البريلوية أو البريلوية، وهل هم من الصوفية وما هو الدليل؟ الإجابة: أما بعد، فإن البريلوية فرقة صوفية نشأت في مدينة بريلي في ولاية أبراديش بالهند أيام الاستعمار البريطاني، وقد اشتهرت بالغلو الشديد في الأنبياء والأولياء، ومؤسس هذه الفرقة هو أحمد رضا خان، ويقول: وسمى نفسه عبد المصطفى، وواضع هذه التسمية على خطر عظيم، لأن العبودية، لاحظ قال عبد المصطفى،
فيقول هذا ووضع هذه التسمية على خطر عظيم، لأن العبودية لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده. يقول أهم المعتقدات الباطلة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نائب مطلق لله سبحانه وتعالى، أن الأولياء من بعده صلى الله عليه وآله وسلم لديهم القدرة على التصرف في الكون، غالوا في نظرتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أوصلوا إلى مرتبة الألوهية. يقول يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضر ناظر لأفعال الخلق الآن وفي كل زمان ومكان، وينكرون بشريته ويجعلونه نورا من نور الله. ويقول خامسا يحثون أتباعهم على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء. سادسا يقولون بالإسقاط، وهي صدقة تدفع عن الميت بمقدار ما ترك من الصلاة والصيام وغيرها. يقول وهذه العقائد الباطلة من اعتقدها كفر وخرج من ملة الإسلام ونابذ منهج التوحيد، وبالتالي فلا تجوز الصلاة خلفه. زاي مركز الفتوى الأذكار والأدعية. ماهية الطرقية، مخالفاتها وأباطيلها. الاثنين في واحد من ذي القعدة 1422 14/1/2002 رقم الفتوى 13742. السؤال ما حقيقة الطرقية؟ ويصح أن هناك طريقا واحدا يصل إلى معرفة الله، وما الوسيلة إلى معرفته؟ هل صحيح أنه لا بد من شيخ حتى يقود الناس إلى الطريق المستقيم، ومن اتبع هذا الشيخ ثم خالفه فهو إنسان ضال؟ وما حقيقة مشروعية الأذكار التي يتبعها هؤلاء، أو الوردية التي يتبعها هؤلاء الشيوخ المسمون بالتابعين؟ وهل هي من أوراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإجابة أما بعد، فالطرقية لقب يطلق على أناس من الصوفية جعلوا أنفسهم طرقا كالطريقة الجيلانية والرفاعية والشاذلية وغيرها، وهي في مجملها طرق بدعية غير مضبوطة بالشرع، بل اخترعها أصحابها من عند أنفسهم. يقول وفي هذه الطرق من المخالفات الشرعية والشطحات الشيطانية ما تنكره العقول الصحيحة والفطر السليمة. ولذلك اشترط كثير من أصحاب الطرق لمعرفة تلك الطرق وفهمها كما يريدون تلقيها عن مشايخ الطرق، وأوجبوا على المتلقي إلغاء عقله وفهمه عند تلقيه من شيخه ليلقي عليه الشبه والأباطيل شيئا فشيئا، ووضعوا تلك القاعدة الظالمة: كن بين يدي المريد كالميت بين يدي مغسله، إلى غير ذلك من الأباطيل التي يجب على أهل الحق أهل السنة والجماعة كشف عوارها وبيان بطلانها، وأنها طرق ملتوية وسبل متفرقة بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال الآلوسي في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني: وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية، فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذها، فذكرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء إلى غير الله، وعبادة مشايخهم وأعمالهم عبارة عن مسك الحيات إلى غير ذلك من الترهات والأكاذيب. ولو ذهبنا نستقصي ما سطروه من كذب وخزي لطال الكلام، ولكن ذكر البعض يدل على الكل، وفي هذا كفاية لمن كان له قلب سليم وفطرة سوية وتجرد لقبول الحق. والخلاصة أن هذه طرق والأوراد التي ترددها الصوفية طرق باطلة وأذكار مخترعة، وقد تكون مشروعة في ذاتها لكنها مزجت بغيرها وأديت بكيفيات وهيئات تخرجها عن أصل مشروعيتها. حاء مركز الفتوى العقيدة الإسلامية، أديان وفرق مذاهب، فرق مذاهب أخرى الأحمدية نسبتها والمآخذ عليها. الأربعاء في 24 من ذي القعدة 1422 6/2/2002 رقم الفتوى 13/402. من هم الأحمدية وما هو خطرهم؟
الإجابة أما بعد أن الأحمدية طائفة من طوائف الصوفية تنسب إلى أحمد الرفاعي، وهذه الطائفة قال عن الشيخ الآلوسي في غاية الأماني في الرد على النبهاني أعظم الناس بلا في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية، فلا نجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذها، فذكرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء إلى غير الله وعبادة مشايخهم وأعمالهم عبارة عن مسك الحيات. ويقول ورغم هذا كله فقد عرف عن شيخ هذه الطريقة وهو أحمد الرفاعي الحظ الشديد على السنة واجتناب البدعة، ومن أقواله في ذلك يذكر ينقل قولا عن هذا. سابقا قال كل الطرق ابتدعها أصحابها، الآن هذا أسلوب التيمية في مقام يحتاج أن يكفر الشيوخ الأئمة التي ينتسب إليها أصحاب الفكرة، أصحاب الطريقة، أصحاب الصوفية، أصحاب الإمامية، أصحاب المعتزلة، أصحاب الأشعرية، ومرة أخرى أيضا يحتج عليهم. يقول شيخكم لا يقول بهذا، شيخكم كفركم، شيخكم انتقدكم، هذا أسلوب يستخدمه دائما. يقول من أقوالي في ذلك ما تهاون قوم بالسنة وأهملوا قمع البدعة إلا سلط الله عليهم العدو، ومن تسر قوم للسنة وقمعوا البدعة وأهلها إلا رزقهم الله هيبة من عنده ونصرهم وأصلح شأنهم. لاحظ، وما علاقة هذا الكلام بما قاله على الصوفية وعلى الطريقة وعلى طريقية؟ هو عنده الطريقة الصوفية هي سنة، وعنده الإرهاب الداعشية التكفير هو بدعة، فهذا الكلام ينطبق عليكم بالأولى ليس على أصحابه وأتباعه. وطبعا كل من أصحابه وأتباعه إذا سار في طريق التكفير والإرهاب والداعشية يشمله كلام شيخه بأنه من أهل البدعة، فعليه أن يخرج ويخرج نفسه من البدعة. يقول ولكن أتباع هذه الطريقة مشهورون بالكذب على شيخهم، وإذا قيل في المثل لا تقولوا أكذب من اليهود على الله ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على شيخهم. وقد ذكر شيخ الإسلام شيئا من بدعهم ومجادلات جرت بينه وبينهم في الجزء 11 من فتاوى فليرجع إليه. طبعا هذا لا تقولوا أكذب من اليهود، يقولون هذا على الشيعة، أيضا يذكرون هذا الكلام يقولون على غير الشيعة نفس هذا الكلام، وأيضا يقولون الشيعة أئمتكم يقولون كذا، مشايخكم يقولون كذا، علماءكم يقولون كذا، إذن لنقبل معكم لنسلم. الأشاعرة خالفوا رأي أئمة الأشعرية، والمعتزلة خالفوا رأي أئمة المعتزلة، والشيعة الإمامية وغير الإمامية خالفوا أئمة الشيعة، والصوفية خالفوا أئمة الصوفية. أين أنتم من هؤلاء؟ إذن مشايخ الأمة الإسلامية، مشايخ أهل القبلة من الأشاعرة والمعتزلة والصوفية والشيعة بكل عناوينهم، من المسلمين، من التابعين، من الصحابة، من تابعي التابعين، من الفقهاء، من علماء الأمة، إذن أين أنتم عنهم؟ عن طرقهم، عن أحكامهم، عن فتاواهم، إنه نفاق في نفاق. تقولون أنتم لستم على خط أهل البيت، إذن أين أنتم من أهل البيت؟ نحن الشيعة كذبوا على أهل البيت، أكذب الكاذبين، والصوفية أكذب الكاذبين، والأشاعرة والمعتزل أكذب الكاذبين، إذن أين أنتم أيها الصادقون؟ يا أصدق الصادقين، يا أهل الإرهاب والتكفير، أين أنتم؟ أين صدقكم؟ أين أهل البيت؟ أين أقوال أهل البيت؟ أين أحكام أهل البيت؟ أين إرشادات أهل البيت؟ أين تنبيهات أهل البيت؟ أين روايات أهل البيت؟ أين أحكام الصوفية، أمة الصوفية، إرشادات الصوفية، تعليمات الصوفية، الطرق الصوفية، تنبيهات الصوفية، كتب الصوفية؟ أين أنتم منها؟ وأين أنتم من أمة الأشاعرة والمعتزلة؟ أين أنتم منهم؟ يضحكون على أنفسهم. رابعا افتراء وجريمة بشعة نكراء، لاحظ لعين تصل الأمور، افتراء وجريمة بشعة نكراء. هو أحد أكبر شيوخ سيناء، رجل صوفي غرير زاهد، عمره تجاوز 100 عام، كان معلما وقدوة للناس في التقوى والزهد والأخلاق، وعلى العادة والمنهج الأصيل في الكذب والافتراء، في الكذب والكذب والافتراء والتكفير
والذبح وقطع الرقاب، فقد ادعى تنظيم داعش الإرهابي الدولة المارقة الدولة ادعوا أنه ذبح أبا حراز الشيخ الصوفي الجليل، ذبحوه بحد السيف، ادعى بأنه ذبح أبا حراز بحد السيف وقطع رقبته بدعوى أنه كاهن ساحر دجال ينشر الشرك بالله. فأي جريمة وقبح وبدعة خطيرة في قتل الأولياء الصالحين الزهاد، فأخزاكم الله يا مارقة ولعنكم وأئمتكم الضالين المضلين. ورحمك الله يا شيخنا أبا حراز، وتقبلك الله قبولا حسنا، وجعلك في الجنان مع الشهداء والصالحين والأنبياء والمرسلين، والسلام عليك وعليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.